أنا امرأة في أوائل الثلاثين من عمري، نشكر ربنا شكل حلو، ربنا مديني نعمة في عيون الناس وسترني. أنا في طفولتي ما كنتش حلوة خالص، والدي الله يرحمه ما كانش حلو، كان دايما في مشاكل بينا. مهم تحت ضعف وضغط، سنة 16 سبت المسيح واتجوزت إنسان غير مسيحي، ما جبتش أطفال نشكر ربنا، بس أجيك كانت العلاقة غلط عشان ما كنتش صح وما كنتش في إطار المسيح. قعدت سنتين ونشكر المسيح رجعت، وقبل لما رجعت اتعذبت بسبب تخليص الأوراق ونظرات الناس وتجريحهم. رجعت بس بالنسبة لي كانت حلوة عشان أنا اللي اخترت أن أرجع وما بعيدش عنه أكتر من كده. نشكر ربنا، بتناول بحضر قداسات كتير وماسكة في إلهي، مش عايزة أبعد عنه تاني، وربنا دايما في ظهري. بس الأهم من كل ده أن كل اللي يعرف أن مدام دماغه بتروح في حتة مش كويسة، خطبت مرة وطلع إنسان مش كويس، وارتبطت عن حب وطلع إنسان مش راجل في كلمته. أنا أي حد يرتبط بيا بقول له عن كل اللي فات، لأن كنت صغيرة وقتها، لأن عمري ما هبني بيتي على الرمل، لازم على الصخر. أنا ندمت عن كل حاجة عملتها، أنا كنت صغيرة وقتها، ودايما ضميري بيوجعني. حاليا كل هدف في الحياة ان ربنا يبقى راضي عني، وانا عمري ما هكرر الغلطه دي تاني مهما حصل. صلوا لي كتير ان ربنا يبقى دايما واقف معايا، لان بتعرض كتير للتجريحات، وان في اشخاص بتقول ان المسيح قبلك ازاي بعد ما بعدت عنه. انا اوقات بحس اني ضعيفه، وان ابليس بيقول لي هتفضلي كده لوحدك، محدش عاوزك ومحدش قبلك، حتى شغلي سبته بقالي فتره والشيطان عمال يحاربني. ارجوك ارشدني. شوفي يا بنتي، اول حاجه السماء تفرح بخطئ واحد يتوب، فانت مش واحد اللي بيفرحان بيكي، السماء كلها فرحانه بيكي. كونك رجعتي بنفسك ومحدش قال لك ارجعي، هذا دليل ان الروح القدس كان يعمل داخل قلبك ورجعك، ويعني انا فرحان بيكي وانا فرحان باللي انت كاتباه. ما تهتميش بكلام الناس، ما تهتميش بحروب الشيطان، لانه مش هيسيبك. تفتكر الشيطان مبسوط يعني انك عملتي كده؟ الشيطان طبعا مش مبسوط، فهيفضل يحاربك على طول، وده طبيعي. فكون انك تكتبي وحدك ولا مش لوحدك، دي حاجه كومن، حاجه طبيعيه مع بنات كتيره جدا 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 فوق ما تتخيلي، مش انت اللي وحدك كده بس. وبنات لا غيرت ولا راحت ولا جت ولا اي حاجه، مش لاقيين يتجوزوا، وزي ما انت شايفه العالم دلوقتي صعب قوي في الجواز، فما عندهمش، مش عشان انت وحشه مش لاقية تتجوزي او مش لاقية حد كويس. فما تزعليش باللي بيحصل ده، ما تزعليش، انت بس ارتبطي بربنا قوي، حبي يسوع قوي على قد ما تقدري، لان انت قلتي ووعدتي ربنا انك تبني على الصخر. قبل ما تبني بيت زوجية على الصخر، ابني بيت روحي على الصخر، ابني من جواكي انت علاقة كويسة جدا مع ربنا على الصخر، لان ده هو اللي هيفيدك. ربنا راضي عنك، ده ربنا طاير من الفرح بالرضا عنك، هو راضي عنك كويس قوي قوي وفرحان بيكي كويس قوي قوي. نشكر يسوع على عمله فيكي وعلى رجوعك ليه. ما تشغليش بالك بحاجه، ما تشغليش بالك بكلام الناس، يسوع هيبعت لك انسان مناسب في الوقت المناسب، ولو ما بعتش افرحي بربنا وافرحي بحياتك، وهتلاقي شغل تاني، كل حاجه هتبقى كويسه، وربنا هيديكي نعمة في عينين الناس برضو، لأن انتي بنت ربنا، والنعمة هتملاكي وملتك فعلا برجوعك للمسيح.